بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله أشواقنا تتواصل. انتهت منافسات إشارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان المخصصة للحقائق، وبدت أشواط اللقايا الأشواط الإضافية. متمنين التوفيق للجميع، ونشكر مدير اللجنة المنظمة لميدان الساد محمد بن سهيل بن وديمة العامري على هذه الجهود المميزة. نسير وياكم إلى المقدمة ونتابع الشاهينية. محمد بن أحمد بن حسن العامري من أعلن انطلاقة الشاهينية إلى صدارة هذا الشوط. تليها مشتاق سهيل بن سالم بالشرقي العامري اللي تاتي على المركز الثاني وغيرت إلى المركز الأول. أما في المركز الثالث، المركز الثالث بلشة عوض بن عمر الشامسي من يقدم بلشة على مستوى المركز الثالث. وفي المركز الرابع، المركز الرابع مشاهدينا الكرام يلي قادمة إلى المركز الرابع، ها هي مشاهدي الكرام الكدرية. حمد بن عامر بن عفصان المنصوري من يقدم الكدرية على مستوى المركز الرابع. وفي المركز الخامس شاهينية محمد بن سعيد بالشرقي العامري. هكذا النداء للمراكز الخمسة الأولى بالوفاء والتمام. نعود إلى مشتاقة، نعود إلى مشتاقة وعروض مشتاقة وسيطرة مشتاقة القايدة للمسيرة لسهيل بن سالم بالشرقي العامري. هو من يقدم مشتاقة إلى المركز الأول منذ بداية هذا الشوط وحتى هذه اللحظات. المركز الثاني، المركز الثاني بلشة عوض بن عمر الشامسي من ياتي بلشة. وفي المركز الثالث الشاهينية محمد بن أحمد بن حسن العامري على المركز الثالث. وفي المركز الرابع، وين الرابعة؟ بنشوف الرابعة، بنشوف الرابعة من اللي قادم على المركز الرابع. الثلاث انفردان 1500 انتهت، 1500 انتهت، 1500 تبقت. أول الأشواط الإضافية لمن هذا الشوط واصل الكدرية حمد بن عامر بن عفصان المنصوري. لكن القادمة سيوف سهيل بن سلطان بن محسن العامري. أول لدى السيوف وصل شعار السعدي، وصل شعار السعدي ياسر بن سالم السعدي قادم شعار أبو سالم إلى المركز الخامس في هذه اللحظات. هكذا النداء لخمس الأسماء المتقدمة على الصدارة. نعود إلى مشتاقة، نعود الأمتار بدأت تتناقص شيئا فشيئا، وبقيادة مشتاقة، بقيادة مشتاقة الكيلو والمتر الأخير. وسهيل بن سالم بالشرقي العامري على الصدارة على المقدمة، تفتتح بوابة الكيلو والمتر الأخير، وهي قايدة للمسيرة، وهي قايدة للمسيرة منطلقة إلى المركز الأول. الثاني لمحمد بن أحمد بن حسن العامري على المركز الثاني واسمها الشاهينية. الثالثة بلشة عوض بن عامر بن عمر الشامسي. يا سلام يا هالغدوم من سيوف، سيوف سيوف سهيل بن سلطان بن محسن العامري خذت المركز الثالث، عينها إلى الصدارة. يلا يلا يا أبو سلطان، يلا يا أبو سلطان، يا سيوف الخير، يا سيوف العطاء، يا سيوف الإنجازات تتسلل إلى مقدمة هذا الشوط. قادة المسيرة سهيل بن سلطان بن محسن العامري، سيوف سيوف سيوف. الثاني مشتاقة ياسر سهيل بن سالم الشرقي، لكن خلاص سيوف استلمت المركز الأول، سيوف غيرت إلى المركز الأول. سهيل بن سلطان بن محسن العامري ما شاء الله تبارك الرحمن قدم سيوف بهذا المستوى المميز. سلام
يا ابو سلطان، سلام يا ابو سلطان، التهنئة لسهيل بن سلطان بن محسن العامري، نهنيه على فوز سيوف بالمركز الاول، وبدون اوامر بدون اي تعليمات السعدي غادم ياسر بن سالم السعدي مع الشاهينية على المركز الثاني، لكن سيوف مسيطرة وتغترب مخط النهاية، تغترب مخط النهاية بن خيرات غادم، بسم الله ما شاء الله، زادت من السرعة سيوف سيوف سيوف. تهانينا والناموس لسهيل بن سلطان بن محسن العامري، نهني على فوز سيوف بالمركز الأول، الثاني لرغش بن حمد بن خيرات، الثالثة لياسر بن سالم السعدي. التوقيت 4:53 ثانية. تهانينا لمالك سيوف سهيل بن سلطان بن محسن العامري.